الزواج؟ إذا مالك مستعجل ممكن نحكي شوي ابني؟ معناتها بدنا نحكي بمواضيع مهمة ما؟ ياسمين مرة تانية؟ طبعا توقعت هالشي سواج عود. أنا هلأ صرت جاهزة لأحتضن البنت اللي أنت بتحبها. عملت عيب كبير هديك الليلة، ما بيليق فيني أبدا. أنا شاه نور بالدار. ماما شو أنت شايفة منام اليوم؟ شو عم بصير؟ بالأول بتقلي لي بقى مع تشيتشك، بعدين بتقلي لي روح حب ياسمين. الليلة شفت المرحوم أبوك بنومي. وشو قال لك؟ قال لك البابا لا تتدخلي بين العشاء؟ قال لي يا مرأة حتى الجنة فاضية ووحشة بدونك. والله أنا ليكني عم بمشي شوي شوي لآخر عمري ابني. انت مو قلت لي بعدين بدك تتركنا وتروح؟ فهمت بتعملها. انا ما بدي اخسرك انت كمان. دفنا اخوك تحت تراب ومصطفى مبين ما رح يجي منه خير، بس اذا انت بتحمل حالك وبتروح العشيره رح تتدمر. يعني بدك تسيري مشان خاطر العشيره ما هيك؟ انا ما رح اكذب عليك سواش. إذا بدك رأي المرأة اللي بتليق فيك تشيتشك، بس مدام قلبك ما مال إلها وإذا حملت حالك ورحت العشيرة بتتشتت أكتر. ماشي خد ياسمين وجيبها، رح حطلك إياها بقلبي، بس أنت كمان بدك توعدني وعد إنه بعد ما أموت وروح ما بدك تشيل إيدك عن العشيرة أبدا. إيه وتكون آغا من أحسن الأغوات.